لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، أي بإكمال الصيام ووجوب الفطر يوم العيد. قد شرعها الله تعالى طهرة للصائم من اللغو والرفث في هذا الشهر الكريم، وأضيفت إلى الفطر لأنه سببها، يعني بمجرد الفطر تجب زكاة الفطر بمجرد إكمال رمضان. قال الحافظ ابن حجر: أضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، فتخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، لكن غير المكلف كالصغير والمجنون لا تجب عليه فيه، ولكن تجب على من يتولى أمره، أو تجب في ماله إن كان له مال، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وقد شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية في شعبان من السنة الثانية في العام الذي فرض فيه صوم رمضان، والحكمة منها لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه من اللغو والرفث، وللإحسان إلى الفقراء والمساكين وكفهم عن السؤال يوم العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. معنى طهرة للصائم أي تطهيرا له من اللغو أي الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه، والرفث أي فاحش الكلام وهو غالبا ما يتعلق بأمر النساء، وطعمة للمساكين أي طعاما للمساكين في يوم العيد، ليجد كل واحد من المسلمين طعامه في يوم العيد وطعام من يعوله من المسلمين. فائدتان: أنها لا بد أن تكون طعمة، لا بد أن تخرج الزكاة طعمة، لأنها شرعت لكي يجد المسلمون كلهم في يوم العيد طعاما ويجدون فطرا وأكلا، وليس يستثنى ذلك منهم أحد. الناس بقى اللي بتقول إن احنا نخرجها قيمة، يمكن الراجل عايز يجيب هدوم، طب هي دي طعمة للمساكين؟ يبقى أنت لو الراجل راح جاب هدوم بيها، عايز أقول لك أديته فلوس راح بقى شرب بها سجاير، فأنت التزمت هكذا بالسنة؟ الرسول قد قال طعمة للمساكين، يبقى لازم نخليها طعمة للمساكين. وفائدة أخرى من هذا الحديث أن الزكاة لا يجوز إخراجها من أول الشهر، زكاة المال يشرع ويجوز أن تقدم قبل موعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس صدقة سنتين، فدل على جواز تعجيل زكاة المال. وأما زكاة الفطر فلا يشرع تعجيلها، خلافا لمن أجاز ذلك من العلماء، وذلك لأنها شرعت طعمة للمساكين أي في يوم العيد، ولذلك لا تخرج
إلا قبل العيد بيوم أو يومين أو قبل صلاة العيد ليكون مطمئنا هذا الفقير أن طعامه سيكون موجودا يوم العيد. فلذلك نقول أن هذا يقتضي ألا تعجل عن موعدها، لأنه ربما ينفقها ولا يجد يوم العيد طعاما، فلا تكون هناك فرحة للعيد لهؤلاء الذين لم يجدوا طعاما. نصاب زكاة الفطر، من ملك طبعا تكملة فوائد الحديث، من أداها قبل الصلاة قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، وهذا يدل على فضلها الأكبر، لأن الزكاة فيها معنى النماء ومعنى الطهارة، وأكد بكونها مقبولة لأن الله عز وجل يقبلها ويبارك لصاحبها. ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحديث حسن، ده دليل معنى ذلك إن هو إنها غير مقبولة لم تصح زكاة، نقول لا، بل هي أقل ثوابا، لأن الرسول سماها إيه؟ صدقة، وهذا يدل على أنها يعني صدقة واجبة. وكلمة صدقة لا يعني أنها ليست واجبة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، هي الزكاة الواجبة. وقال عز وجل: وهو الذي يقبل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وهي في الزكاة الواجبة أيضا، فتسمى صدقة. ولكن تسمية المال زكاة يدل على أن هذا أكمل وأفضل وأكثر نماء وأكثر تطهيرا، وعلى أي الأحوال يجب أن تؤدى زكاة الفطر قبل غروب الشمس من اليوم الأول من شوال عند عامة العلماء، فإخراجها قبل الصلاة فضيلة، وليس كما يظن البعض أن هذا وقت كوقت الصلاة، أو أنه يأثم بعد تأخيرها عن إذا أخرها عن الصلاة. جماهير العلماء أنه لا يأثم عن تأخيرها إلى غروب الشمس، لا يأثم بتأخيرها عن غروب الشمس، إذا أخرها عن غروب الشمس من يوم العيد أثم باتفاق، لأن هذا وقتها. زي ما بنقول كده زكاة المال يجب أن تخرج عند تمام الحول، تمام الحول اللي هو السنة الهجرية بعد التي تمر على ملك النصاب، اللي ملك النصاب في موعد معين لازم يحفظه، لازم يعرف اليوم ده، علشان اليوم ده الهجري من العام القادم يجب قبل غروب الشمس منه أن يكون قد أخرج زكاة المال، ويأثم إذا أخرها بعدها. احنا عندنا الناس بتعمل ايه؟ بتقول لك أنا أطلع في رمضان، تقول له امتى في رمضان؟ يقول لك أي حاجة في رمضان، واللي يفتكر إن هو يجوز إنه يؤخرها بمزاجه. زكاة الفطر، زكاة المال يجب أن تخرج وفق اليوم الذي ملكت فيه النصاب، يوم ما بقى معاك فلوس تساوي نصاب من الفضة، يعملوا 14,000 تقريبا، أو أنا حسب سعر الفضة بتزيد وتنقص، فيبقى اليوم ده بعد سنة كاملة هيؤدي الزكاة في نفس اليوم، قبليها ماشي، بس اليوم ده تكون خلصت اللي عليك قبل ما يغرب الشمس، قبل ما تغرب الشمس. ليه؟ لأن هو زكاة المال لا يجوز أن تؤخر عن موعدها، يجوز تقدمها ولا يجوز أن تؤخر. فمش إن الناس تحدد كده من دماغها، تقول له أنت ملكت النصاب، أنت ما عرفش ليه؟ لأن أنت مقصر في طلب العلم، لأن أنت أي واحد معه فلوس، أي واحد معه فلوس لازم يعرف أحكام زكاة المال وزكاة الفطر. ليه؟ لأن هو في يوم من الأيام هيكمل النصاب، وهو مش عارف كم النصاب إمتى، وهو مش عارف متى
وجبت عليه الزكاة. تيجي تقول له انت معادك في يوم معين، هو ما يعرفش، هو اللي اخترع ان انا عايز اطلع الزكاة في رمضان. الناس كلها عايزة تاخد الثواب بايه؟ بمزاجها. يعني يقول لك هتطلع في رمضان عشان تاخد اكتر. لا، انت ممكن تكون واخد ذنب انك اخرتها عن ميعادها الايه؟ الواجب. وانت الزكاة الفرض عليك، عايز تقول انا هاخد ثواب اكتر في رمضان، زي الناس اللي بتودي الزكاة لغزة. هي طلعة وبعدين يقول لك عشان ايه؟ عشان دي الغزة، يبقى انا عملت حاجة لغزة. على فكرة يعني احنا هو يجوز انها تروح، ولكن لو تأكدت انها توصل. ده الحاجات بتتركن بقى لها شهر ممكن واقفة، اليهود مش راضيين يدخلوها، ويوم ما دخلت عربية ضربوها بدون ترتيب، ضربوها جوه غزة. طب الحاجات اللي انت وديتها دي بقى، العربية دي كانت فيها حاجات، لما اتضربت وباظت لو كانت زكاة يبقى انت ابرأ ذمتك، ولا لسه وصلتش للفقراء؟ لا، لم تبرأ ذمتك، طلعت منك، بس لازم توصل للفقير، لازم الفقير يتملكها، لازم الناس المحتاجة تتملكها قبل ما يمر الوقت الواجب عليها. لازم إيتاء الزكاة تديها للناس، وليس انك بعتها وطلعتها زي واحد كده حجز الفلوس بتاعت الزكاة على جنب ولسه ما طلعهاش. ما كده انت ما طلعتش الزكاة. انت اللي وكلته ده لازم تتابعه، وهو هيعمل ايه دلوقتي؟ في اشياء غير مقدور عليها، عشان كده بقول للناس ما حدش يطلع الزكاة لغزة، يطلع صدقات، لازم نساعدهم، بس مش بالايه؟ مش بالزكاة الوجبة. ليه؟ لان انت بقول لحضرتك، انا بقول انها تجزئ، ولكن اذا انت اذا اتضربت العربية دي والحاجة بتاعتك اللي هي اتحطت فيها، اذا في ناس منعوها الا ان يأخذوا رشوة وهم غير مستحقين، اذا القاها اليهود اثناء التفتيش، هتعمل ايه؟ تبقى انت اموالك دي اللي دخلت ضمن المجموع ده، ولا تعرف اذا كان ده يعني من مالك ولا من غير مالك. فعشان كده بنقول لا، انت نتأكد بنفسك وقول لي اللي انت بتوكله، انا معاد زكاتي في الميعاد الفلاني. عشان كده بنقول مثلا زكاة الفطر، انت ابدأ التوكيل من دلوقتي، علشان ما تجيش يوم العيد الصبح وتقول للناس ايه؟ معايا زكاة فطر. اذا هتطلعها يطلعوا لك ازاي؟ مش هما بيشتروا حاجات، هما وكلاء ليك في ان انت يشتروا الحاجة ويوزعوها، فانت جاي الصبح والمحلات كلها قافلة، تقول لهم طلعوا لي زكاة الفطر. وانت عايز تطلعها، تطلعها من عندك، تحضرها. لو جبت انت طعام هنقدر نطلعها، لكن غير ذلك نطلعها ازاي؟ نصاب زكاة الفطر، من ملك صاعا يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة وجبت عليه زكاة الفطر. يعني الناس بتقول احنا هنطلع الزكاة ازاي والاسعار غالية؟ احنا بنقول لحضرتك انت عندك قوت يوم العيد وليلة العيد ليك ولأولادك، يبدأ بعد كده نشوف عندك صاع من الأطعمة المذكورة وما هو مثلها. إذا كان عندك صاع واحد بس يبقى واجب عليك أنت بس، عندك خمس أولاد وأنت عندك صاعين يبقى تطلع عن نفسك وعن واحد منهم، وما وجبش عليك الباقي اللي أنت ما عندكش نصاب الإيه؟ الزكاة، زكاة الفطر. خلاف زكاة المال، زكاة المال 595 جرام من الفضة في زماننا، والذهب الذي ليس للتجارة 85 جرام عيار 24. ليس المقصود بنصاب زكاة الفطر النصاب المعروف في زكاة المال، وإن كان من العلماء من اشترط في زكاة الفطر ملك نصاب المال كذلك، فقد خالف الحنفية في هذه المسألة وقالوا كل زكاة واجبة الأصل فيها أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فاشترطوا في زكاة الفطر نصاب زكاة المال ويصير به المزكي من الأغنياء. وفي الحقيقة هذا الأمر ليس صحيحا،
لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج عن كل فرد من المسلمين، أن تخرج الحمد لله أديكم السلام عليكم على الحر، على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير. يبقى كل فرد، ما قالش أغنية فقط، الغنى اللي هو متعلق بنصب زكاة المال، لو ما معهوش خلاص يبقى هنا سقط عنه. عشان كده قلنا صاع فزيادة عن قوت يومه وليلته، قوت ما عنده أكل يكفي يوم العيد وليلة العيد. بنقول مع أن هناك أنصبة مختلفة، فهناك نصاب زكاة الزروع وهو غير نصاب السائمة، وهي الماشية التي ترعى وتأكل من الكلع المباح ولا تعلف، وهو غير نصاب المال وغير نصاب الذهب وغير نصاب الفضة وبالتالي فلماذا يقاس نصاب زكاة الفطر على نصاب زكاة المال فقط دون نصاب زكاة الذهب أو الزروع أو السائمة مثلا؟ طبعا زكاة المال هو زكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامها من النقود. فالراجح هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله من عدم اشتراط وجود نصاب زكاة المال لوجوب زكاة الفطر لعدم الدليل على اشتراط ذلك، ولأن سبب زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا يحتاج إليه كل صائم، وإنما هي تسقط فقط عمن عجز عنها. فإن قيل زكاة الفطر طعمة للمساكين فكيف يخرجها من كان مسكينا وهو يحتاج أيضا إلى الطهرة من اللغو والرفث؟ فالجواب إذا أخرج كل مسلم زكاة الفطر وفق ما ذكرنا فإن المسكين سيأتيه أكثر مما وجب عليه، وزكاة الفطر تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فغالبا مساجد المسكين عنده ما يزيد على قوت يومه وليلته ويستطيع أن يخرجها بفضل الله. هيجيله كتير لأن هو جاء خد شنط وخد زكاة يطلع هو بقى طالما وصلته قبل إيه العيد. طب وجاره جنبه فقير، أنت تديله وهو يديك، وهكذا سوف يكون هناك تكافل عظيم بين المسلمين في قصة زكاة الفطر. على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع من تمر أو شعير أو من تمر أو شعير أو زبيب أو أو أقط لبن مجفف ونحوهما، يزيد عن قوت يومه وليلته وقوت عياله يوما وليلة. فيجب عليه إخراجها عن نفسه أولا، ثم عمن تلزمه نفقته كزوجته، فإنها حتى لو كانت غنية هي لكن هو تلزم نفقته فيلزم نفقتها فيلزمه أن يخرج. فإن كان يملك صاعا آخر زيادة على صاع نفسه واجب عليه أن يخرج عن زوجته، ثم إن كان عنده زيادة عن ذلك واجب أن يخرج زكاة الفطر عن أولاده غير البالغين. أما من لم يكن عنده زيادة عن قوت يومه وهو وعياله فهو أولى أن يطعم نفسه وعياله ولا تجب عليه زكاة الفطر. كما يلزم السيد أن يخرج زكاة الفطر عن فتيانه ومماليكه لأنه الذي يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم، ويعبر بعض العلماء عنهم بالخدم لكنهم يقصدون بالخدم المماليك العبيد وليس الخادم الحر الأجير. الناس النهاردة كلها بيبقى عندها خدم إيه؟ أحرار، ما يجبش عليك تطلع عليهم زكاة الفطر، هم أنهم أحرار مكلفين لو معهم زيادة يطلع. فإن الأجير الذي يأخذ أجره أو أجرة من الأحرار عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه، أما المماليك فهم مملوكون هم وأموالهم لسيدهم، كان زمان يعني،
فلو كان في أيديهم أموال فإنهم في الحقيقة ملك لسيدهم. الأموال دي أموال أنها ملك لسيدهم، وبالتالي فهو الذي عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لأن العبد لا يملك، لأنه مملوك لسيده في نفسه وماله كذلك. قدر زكاة الفطر: الواجب في صدقة الفطر كما سبق صاع من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، ده المنصوص عليه. زيها بقى ايه؟ طبعا القمح طبعا منصوص عليه ايضا، او الارز او الذرة او القمح او نحو ذلك مما يعتبر قوتا، اي يعيش الناس عليه ويقتاتون به. يعني ينفع يطلع زكاة من اي صنف من دول؟ نعم. عشان كده انا بقول للناس التمر دلوقتي رخيص، ارخص من الارز بكتير. زكاة ما فيش قدر محدد، لان احنا عرفنا نجيب رز وقت كان مرخيص فهتطلع الزكاة عندنا 80 جنيه، في ناس تانية ما عرفتش تجيب الا رز غالي بقى ب 95 جنيه. وانا بقول طلعوا تمر، التمر دلوقتي ممكن يعمل زي ما طلعت دار الافتاء زكاة الفطر 35 جنيه او 40 جنيه، فانت ممكن تلاقي تمر تطلع بيه، فأنت تخرج ما يتيسر لك من هذه الأصناف. الواجب في زكاة الفطر كما سبق صاع من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة أو القمح مما يعتبر قوتا. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المزكي إذا أخرج زكاة الفطر من القمح فإنه يجزي عنه نصف صاع فقط، لحديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاع من زبيب. إيه صاع من طعام؟ طعام يعني البر، قمح. قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام القمح تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك يطلعوا نصف صاع. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. رفض وخالف معاوية وقال صاعا من إيه؟ من قمح. لكن الظاهر والله أعلم أن قول أبي سعيد كنا نخرج صاعا من طعام يشمل القمح أيضا، فقوله من طعام إما عام في كل أنواع الأطعمة، ولا شك أنه كان من طعامه من قمح فهو يدخل في بذلك ضمن قوله صاع من طعام، أو أن القمح نفسه هو المقصود في قوله صاع من طعام، لأنهم كانوا يطلقون على القمح كلمة طعام كما في حديث كعب بن مالك: فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. الطعام يعني ايه؟ القمح. قول معاوية: اني ارى ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، اي في الكفاية، دليل على انه استعمل القياس، ولكن النص مقدم على القياس، ولذا قال ابو سعيد: فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو معاوية وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك
وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. الراجح هو قول جمهور العلماء من أنه لا يجزئ إلا الصاع في زكاة الفطر، مع أن الشيخ الألباني حسن بعض الأحاديث مرفوعة على نصف صاع من قمح. الصحيح في ذلك أن هذه مخالفة لما هو أوثق منها. ومن ذلك ما جاء عن عروة ابن الزبير أن أسماء ابنة أبي بكر أخبرته أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم المملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به. لكن الصحيح أن مثل هذه الآثار الروايات مخالفة للأحاديث الصحيحة الصريحة في أن زكاة الفطر كانت تخرج صاعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن هناك روايات صحيحة وردت بصيغة الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر أو صدقة الفطر صاعا من طعام، وليس خبرا فقط عما كانوا يفعلونه، كما في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صاعا من طعام، يعني في الفطر. رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي العموم، فلا يجزئ إلا أن يخرج المزكي صاعا من طعام من تمر أو شعير أو قمح أو زبيب أو أرز أو ذرة. فهذه الروايات بنصف الصاع شاذة أو على قياس مع ولود نص، إذا ثبت النص بطل القياس، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.